هذا وأكد سعادة السيد أحمد سلوم عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، أكد أن مملكة البحرين استطاعت إدارة مختلف القطاعات بكل كفاءة واقتدار خلال جائحة كورونا، وحققت نجاحات مشهودة في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية. مملكة البحرين استطاعت المحافظة على نفس الترتيب الذي حققته في عام 2019 في فئة التنمية البشرية العالية جدا، وحافظت على مؤشرات التعليم ومقاييس الصحة وصورة خاصة في ظل الجائحة، وقيام الحكومة بالفحص والتطعيم مجانا لجميع مكونات المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين. أيضا دعم الحكومة من جانب الاقتصادي، وذلك بضخ حزمة اقتصادية تقدر في 4.5 مليار دينار، ساهم بصورة كبيرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وحمايته من الانهيار. وأيضا استطاعت المملكة في الحفاظ على مستويات التعليم في ظل الصعوبات التي واجهت المنظومة التعليمية على مستوى العالم خلال فترة الكورونا. وأخيرا يعني تمكن المملكة في تحقيق المؤشرات المتعلقة بمتوسط الدخل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للجنسين الذكور والإناث، وزيادة معدل القوى العاملة للنساء في ظل تحديات كورونا في سنة 2020، هو إنجاز يحسب للمملكة في الوقت الذي كانت فيه تعاني جميع الحكومات على مستوى العالم وتأثر القطاع الخاص في مختلف الدول.